استذكر صاحب سمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر مناقب الراحل سمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي وفته المنية اليوم، مشيدا سموه بمواقف الفقيد الوطنية ومساهمته البارزة وتاريخه الحافل في إثراء مسيرة القضاء والشؤون الإسلامية والبلديات من خلال عدة مناصب تقلدها خلال خدمته طيلة حياته وحتى وفاته رحمه الله، أسدى فيها مآثر جمة في خدمة دينه ووطنه بكل تفان وإخلاص. وقال سموه: لقد فقدنا قامة دينية ووطنية ومرجعا تاريخيا كبيرا ستظل ذكراه وسيرته العطيرة باقية. وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن بالغ تعزيه وصادق مواساته لوفاة سمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ولأسرة الراحل الكريمة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.